مازال باغي شهدي وانا مصداعكم عاوتاني درتو ديك ليميسيون ديال الخرا. سيري جيبي شي بيراس ديك الركسير. اي غاده انت الزين اشرب. عطيني واحد لافوكاد مقطع ولا عصير تحمل. مزيان مرحبا بكم معنا اليوم. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي رجع بزاف هاد لي ديرني جوغ ابري لي زيفينمون ديال الحسيمه. كلكم شفتوا لي زيفينمون ديال الحسيمه في لي ميديا في لي ريزو سوسيو. اي ابري هاد لي زيفينمون يا لي جون كي سون سورتي ان سيرتان مومون في لي رو وكلهم كانوا كيطالبوا بواحد الحاجه مهمه اللي هي الكرامه. اي اوجوردي جو في كومونسي بار سي عبدو. سي كوا الكرامه بور فو اي كومون سيتي الكرامه اي كومون سي دوفني اوجوردي؟ لا نهضر على الكرامة بصفة عامة، ما بغيش نهضر على هذا المثال اللي هضرت عليه الفكري اللي مات أو قتلوه في الحسيمة، لأن ما عنديش التفاصيل بالضبط. اللي كيهمني هما الناس علاش خرجوا وكيطالبوا الكرامة بحالنا ملي خرجنا في 20 فبراير. وهذا الطلب ماشي خلق ذاك النهار، المغاربة كلهم كيحسوا بالحقرة منذ سنين في العهد ديال الحسن الثاني، من نهار اللي بدا الحسن الثاني والناس عارفين بان الحسن الثاني عنده واحد العقليه مختلفه مع باه. كانوا الناس كيحمقوا على باه وكثر شي من بعد المنفى ورجعوا من المنفى. ثلاث ايام ديال النشاط العجيب، الناس حاسين بواحد الفرح اللي ما كيتصورش. وفين كثير شيء في ذاك الساعه كان باقي سميتو شارع محمد الخامس، سميتو بولفار دو لاغار. وذاك بولفار دو لاغار كان رمز ديال الاستعمار وديال الحقره. كانوا المغاربه ممنوعين، المغربي ما كانش عنده الحق يتمشى في التروطوار. كانوا كي البوليسي كيقول له تو لا با تو ديسون لا ها. عليها من ذاك النهار ومن غير باقيين ما كيخرجوش التروطوا كلشي كيتمشى في الزنقه. وهذاك هو رمز، حنا غاديين في وسط الطريق والطريق ديالنا حتى التروطوا ديالنا كاين اللي واقف في التروطوا وكيشير وكيهتف يحيى الملك ويحيى الاستقلال وهذا. اذا هاد الشعور ديال الحقره ماشي من البارح، يمكن مول البارح. غادي تشوفوا باش تصرف المخزن، كتلقى البوليس كيتسناك بحال عنده غرض واحد، يحطم بالكرامه ديالك. حل الطوموبيل، كيقول لك لا على خاطرك طلعها، لا حل الطوموبيل. كتحس براسك بانك متهوم. يعني هاد القضيه ديال الاحساس بالحقره عندنا مزروعه فينا الشعب المغربي ككل. وهذوك اللي عندهم شويه السلطه كيستغلوا هذا الشعور. ولكن الكرامه اساسيه، وما كاينش شي واحد اللي ممكنلوش يكون متفق بان الناس اللي خرجوا في الحسيمه خرجوا لانهم عندهم تفاصيل داك الشيء اللي وقع. لا، هذاك احساس كيعبروا على شعور، ما كيعبروش على شي حاجه اللي مشاو كل واحد بحد بان هذاك السيد سراق ولا ما سراقش وهذاك اللي ضربوه. لا، هذاك شعور. يعني هذا الشيء مزروع فينا كاملين، هذا الحق في الكرامه والطلب للكرامه اساسي. جوستومون هذه القضيه، هذه المساله اللي قلتي، كاين واحد لو تيرم اللي ولا من بعد ولا هاشتاغ في لي ريزو سوسيو اللي هو تحنمو. بون ا بارتير دو لا واش سا ايتي دي ولا سا نا با ايتي دي، كاين بليزيور فيرسيون. خلات هذا التيرم اللي هو تحنمو خلى انه الناس يخرجوا للزنقه، ماشي غير با اونيكمون في الحسيمه، في المغرب كله خرجوا في بليزيور فيل،
خرجوا تيتظاهروا على القضيه ديال الحقره اي ديال لا دينيتي هذا سي بور سا دايور كون في ليميسيون اجوردي اي ميم حمزه ديك الساعه ما انت ما كنتيش في المغرب تويتي كنتي في فرنسا ياك اي انت تبعتي هذه المساله هذه القضيه هذه ديال تحمو هذا الهاشتاغ الكرامه وبغيت نعرف شنو لو ريسونتي اللي كان عندك انت ملي شفتها بواحد العين خارجيه من البلاد. السؤال ديال واش قال تحمو ولا ما قالهاش هذا السؤال اللي كيجيني هامشي حيت في الاخر شنو اللي كيخليه هامشي هو التجربه ديال كل مغربي. ما كاين حتى شي مغربي مع البوليس مع عمرو ما سمع طحن مو طحن باه وكاع الهضره الخاسره اللي ممكن تكون عند بوليسي. انا الصراحه فكرني في راسي وانا صغير كنبيع مع الوالده في السوق في كراج علال وجا مقدم ولا قايد وصرفقه. هذه هي الصوره اللي بقيت عاقل اللي تارت فيها هذيك اللحظه ديال طحن مو انه التفاصيل ديال هذه الواقعه ماشي مهمه بقدر كتاثر على حاله عامه اللي كيعيشها المغربي كل نهار. قبل من البو عزيزي ماتوا الناس حرقان وماتوا الناس من ناحيه الرمزيه ولا من ناحيه الجسديه ديال كينتحر ماشي كينتحر ممكن نسميه استشهادي حيت كيخلي كيدير واحد اليقظه جماعيه عند المغاربه كاملين وكيرجع هذا المطلب اللي في الاخر يقينا غادي نوصلوا باتجاه اما نحلوا بطريقه شفافه ديال نضمنوا لكاع الناس الكرامه ديالهم ولا غادي تشبك ونهار غادي تشبك حتى واحد ما غيتوقع معاش غتشبك كما كتقول حنا ارنت ان قبل 10 دقائق ديال الثوره حتى واحد ما كيتوقع كلشي الامور كتبان عاديه. العرض ديال 20 فبراير اللي قدمات 20 فبراير ان ما بغيناهاش تمشي للتفرقيع ما بغيناهاش تمشي للقطيعه وضح معايا الخريطه ديال الخدمه اللي بغيتي دير اجي دخول شوف معايا شنو خاصنا ها لائحه المطالب فيها الكرامه فيها العداله الاجتماعيه فيها الفصل بين الثروه والسلطه فيها الفصل بين السلطات الا ما مشيناش باتجاه الشفافيه وهذا الشيء اللي ما بغاوش يسمعوه اللي خرج الشعب كيقول سمع صوت الشعب للاسف ما بغاش القصر يسمعوا. كنظن انه ما عندناش حلول اخرى اما نوضحوا الخريطه ديال الخدمه كيفاش كل واحد حقوقه وواجباته ونخرجوا من منطق اننا ورثنا من عند باه بالدوله بالضيوف اللي جالسين فيها بالرعايه اللي جالسين فيها ولا غتمشي القضيه الملك احمد عقبه توك توك غنبقى عليك. بغيت نعرف شنو هو المنظور ديالك انت القراءه ديالك في القضيه ديال لا كيسيون ديال الكرامه وهذا الخروج اللي خرج الناس في ابخي لي زيفيرمون ديال حسيمه. خي انا نجيك نيشان بنادم اللي واعي وقاري في البلاد ما كيطرى ليه حتى شي مشكل اللي عنده ما يتقال اللي راسه ما عمر كيطيح في شي مشكل. سامري في شدني بوليسي تيقلب لي اوراقي بوليسي الا ما لقى منين يدوز ليا ما عنده ما يدير كيطلقني راه كنمشي او موان كاينه هاد القضيه ولافير ديال محسن فكري بالضبط كان ضمن كترجع على هاد النقطه هادي بالضبط يعني ما كانش غيطرا فيه يوقعوا ليه مشاكل كون حتى هو ما خدمش في النوار وما باعش واحد الحوت اللي في النوار فهمتي الفيلم يعني كان حتى هو يقدر يجتاز شي مشاكل حتى هو كان يقدر ما يلقاش هذا مي الحقره كاينه هذا اللي يعني ان الحقره ما كايناش في البلاد بنادم فشي لبس اللبسه تحس براسو اوتوريتير بنادم تلقاه مثلا غير سيكوريتي يلبس ليك لبسه ديال السيكوريتي تتزاد فيه كراد فهمتيني ديك لبسه ديال السيكوريتي كتعطيه واحد السلطه تحس براسو دابا مختلفو على عباد الله ما كاينش فرق بين السيكوريتي وبين البوليسي بنادم راه تقريبا نفس المحتوى الثقافي نفس اسلوب ديال التعامل الا كان بنادم ما واصلش لان نيفو ديال التفكير اللي يقدر يتعامل وتقف لا ماس يتقدو الامور كاملين سالينا زيني لا ماس عطيها الباجاج في الراس تفكوا المشاكل. انا بعدا بالنسبه لي واحد المساله مهمه كيفاش ممكن نطريطي الكرامه هو ان الانسان بلا روح هو ميت المجتمع بلا كرامه هو مجتمع ميت ويمكن نعتبر على ان المحطه ديال 20 فبراير هي واحد المرحله مفصليه اللي على الاقل في قات شويه لان معروف على ان الشعار ديال الكرامه ولا المطلب ديال الكرامه ما كانش قبل وحتى الا كان محطه استثنائيه يعني لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يقاس عليها وحتى التراكمات اللي عشناها كتاسس لهذه المنطقه هذا راه حتى المعيور الشعبي معروف الله يعطيكم العزه ما دلراكم فيه الى غير ذلك سي دو سويت دونك المساله ديال الكرامه يعني نقدروا نقولوا بانها منعدمه ولكن
ما غاديش نقول لكم في مجتمع يحترموا نفسه، لان صعيب نقولوها دابا، نهضروا بشويه بالشعبويه. الدوله تتحشم على اعراضها ما تتسناش، الدوله تتحشم على اعراضها ما تتسناش المواطن يطالب بشي حاجه اللي هي تعتبر حق ديالو شخصي. فمن العيب اننا مازال عايشين في 2016 والدوله تتدعي الديمقراطيه وتتدعي بزاف ديال الشعارات الفضفاضه والمقاربات البيزنطيه، ومازال فيها مواطن تيتطحن، ومازال فيها مواطن تياكل مسطل الزبل، ومازال فيها مواطن ما عنده حتى حاجه، مازال فيها تعليم ما عرفت، هي مؤشرات الله يستر، تقول الله يستر، هي مؤشرات سلبيه، وما عرفناش حنايا افق التوقع كيفاش ممكن غادي يكون، لان كل شيء واضح، مجانيه التعليم تيتم الضرب ديالها في العمق في الاسس ديالها. المجلس الاعلى للتعليم شكون اللي مقترح وراه، شكون اللي مقترح هو اللي مقترحو، تعويضات 2000 درهم لكل اجتماع، الفلوس على الجهد، لاش مدير هذا المجلس الاعلى للتعليم فقط من اجل اصلاح ما تم افسده الظهر، جاي يفسد ما افسده الظهر وطلع غير الفساد، طالع هكاك. هاد التراكمات هذه كامله عندها واحد المؤشر واحد، هو ان هاد الكرامه هذه كتبقى بحال السراب، كل ما قربتي منه كيبقى يزيد يبان لك بعيد. وحنا الى متى ولا الى اين؟ هذا هو المشكل. مانبورو في القريه ديال المفتين. قريه شن؟ ما قريهش تبين. احمدو احد المقرب فلوس راه بحال القرايه. نصبرك يا ريكول ديال ليكول بوبليك، recul l'éducation publique au Maroc. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on fait tous face à ce problème aujourd'hui. On voit l'enseignement privé, on voit la privatisation de l'éducation qui aujourd'hui touche, dans tous les. Donc le préscolaire, ça existe depuis très longtemps. Ça a toujours existé en fait. Pour le primaire, c'est maintenant, ça va peut-être en 2030, ça va être peut-être un enfant sur deux. Qui va être dans l'éducation privée. Pour le secondaire et l'université, ça augmente. Ça, je pense entre 2005 et aujourd'hui, ça a triplé le nombre d'élèves inscrits dans le privé. Et on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est même les familles, c'est-à-dire qui sont vulnérables ou pauvres, elles font tout pour mettre leur enfant dans les écoles privées. C'est pour moi vraiment c'est une question importante qu'on doit soulever et qu'on doit lutter pour une école publique émancipatrice. C'est un levier pour la dignité, oui. Donc aujourd'hui, Nouhad qui est passé par l'école publique, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'en passant par l'école publique, on peut faire un chemin, on peut avoir une carrière, et est-ce qu'on peut gagner en dignité en fait? Je ne sais pas à quoi ressemble. Moi j'ai fait l'école primaire, je l'ai faite au privé. Et le collège, j'étais dans un collège de filles avec une directrice très sévère, donc ça a aidé un peu. Et j'étais dans un lycée, bien qu'il soit public, il était réputé quand même, Mohamed. Après, j'ai fait la fac. Maintenant, c'était il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas à quoi ressemble l'école maintenant. Mais de ton temps? Mais de mon temps, je vois des gens qui ont eu beaucoup plus de chance que moi et qui n'ont rien fait. Parce qu'à chaque fois, on dit, oui, mais toi, tu avais des parents. Non, j'ai pas des parents, machin. Ma mère, Khajem Shahed, et mon père, Khajem le quatrième, ça ne veut rien dire. J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était 5 filles et un garçon. J'ai vraiment pas eu de privilèges. Le ktoubek, c'est quand je serai au Bhira, je serai au Bhira. Cyber, c'est quand je mets les flous. C'est juste que c'était mon truc, tu vois. Moi je trouve qu'il y a un peu ce mythe sur la demande et l'assistana, mais en même temps, tu vois, moi je suis quelqu'un qui je suis très individualiste, tu veux, tu peux, mais après, je trouve qu'on est vraiment beaucoup dans l'assistana. Donc, juste pour rebondir à la tradition, tu as dit que nous avons un mourout, les khdinars, tu as dit que tu as utilisé l'expression, وقيلا كانت كتقال افون دابا لقينا راسنا سنعيشوه سادير بلي انه ضرب مرا ولا العنف ولا هذا كنا كنكونديناهم افون دابا ولاو كيك شوز دو بانال اللي عادي بتات واحد يسمع جيرانو كيضربوا ولا هذا بالنسبه ليه كتولي امر عادي. انا متفقش مع القضيه ديال العنف ديال النساء، كنظن ان في الاول اللي كان باناليزي. من البارح غير تلاحت لا فيديو ديال دوزام كلشي ناض. il y a une prise de conscience. Avant كانوا بزاف النكاس ديال العيالات كيضربوا كيضحكوا عليهم ديال بلاكس. البارح انا ملي شفت ان كانت موبيليزاسيون في انترنيت وتشقمات لا فيديو في ديك الساعه وخرجت في الصحافه،
راه بلاكس اون بون اه سي اون بون نو سي بون نوفيل. في الاول كان ضرب مراه كيبدا يضحك عليها ما كانوش كيت ما كانوش دابا في لي ريزو سوسيو كيشوفوا المراه بصح الضرب كيفاش داير هذاك اللي كان تيهز المراه وتخبطها مع الارض. راه جو بونس كو تو موند لا فيو في الزنقه سيتي دو لانديمياسيون افون فاش في الشارع كنتي كتسمع الضحك ديال الماما اي بروني با بلاكس. انا جو تروف كلي اون ايفولوسيون في هذا الشيء. عرفتي بعدا كيفاش رجال المغاربه كنعترفوا بهم بانهم عندهم الثقافه المغربيه الاصيله كيقول لك المراه حشاك المراه حشاك اكزاكتلي ماشي غير كيصلخ خذ الماء كيقول لك المراه حشاك يعني حشومه يجيب الصوره ديال مراته في النقاش اللي مع صاحبه وراجل كيشري ويبيع معاه يعني المراه حشومه قاعده تهضر عليها. وهذه القضيه ديال الحشاك كنستعملوها باش نرجعوا للمنطق ديالنا هو ديال الكرامه. كنستعملوها في المغرب يعني الثقافه المغربيه يقول لك نرجعوا الثقافة ديالنا حنا متبتين الأصالة حنا الأصالة حنا ماشي فرنسا ياك ولا السويد حنا مغاربة رجال كنا كنقولوا يهودي حشاك كنا كنقولوا قديم الشلح حتى يجيب الله راجل يمكن حتى واحد فيكم ما سمع سمعتي ساسودي ساسودي انا سمعت لا ميم شوز. واحد لا دام فاسيا كي تي تري زاجي سي لا مير ديال واحد صاحبي دخلت عندها للدار سلمت بيرسون ني بارفي او ماي بيرسون ني بارفي ماشي مشكل. دخلت سلمت عليها قالت لي واش انت نفاسي ولا غير قاضي حاجه انا غير مكملين بيا. قلت لها لا انا ماشي قلت لها انا غير قاضي حاجه تنحيلي ماشي نمس بالكرامه بيان سور bien sûr et c'était banal à un certain moment. Moi je suis d'accord avec Noël tadchi dakhil ta houa f lhkra li daba kabra lina f men ssas la ma nhsou tad hada lmasail ta houma lahabin dour kbir f chno taref l'oqol bnadem bach kthdar lchi manadir li dakchi كتشوف واحد الحقره منتشره باسلوب عادي حيت داخل واحد الغاسيزم انديريكت غير بين الكنيات بنادم وبين هذا ساكن في هذه المدينه الاخر ساكن في الاخرى يعني واحد النوع ديال الحسابات بنادم تيشوف راسه بحال قلتي انا هو الانسان الواعر وانت انسان تحت من انسان فهمتيني واحد يعني حتى هادشي حتى هو لعب دور كبير دايوغ فاش كتجي في لابسيكولوجي ديال كاع الرجال اللي كيضربوا عيالاتهم كتلقاهم محقورين من جهه اخرى ولا ايزون دي بتيت بيت لا انا نقول لك واش ما عندوش المراه اللي غادي يحققها عند ولادو والولاد كيشوفوا الكلب كيخلوا دار باباه يعني جايين من القصر السلسله ديال الحقره تيدي تحت منك خلا دار بوه علاش لانه تحت منك موبيلي قلت القضيه ديال الثقافه مهمه ياك ماشي مهمه جو بونس هي كلشي هي كلشي انا كنظن ماشي غير هي كلشي حنا عندنا واحد القضيه مهمه يمكن اكثر من الثقافه الفلوس يا صاحبي وي الا عندك الفلوس وي الا كتسمع واحد الحمار واحد البغل عراقي سموه غالفان دانيال غالفان بيدوفيل نوتوار هو عراقي هو اللي باع صدام حسين والجائزه ديالو غيروا له الهويه رجع سبليوني هكا عطاه ورقه مشى لموسيا زعما استاذ خدام في الجامعه ما كانش حتى شطاب تما جا المغرب اغتصب شي عدد ديال الدراري الصغار 11 قال له القاضي قال له لا جيتي للمغرب هو كيهضر بالعربيه سولو بالعربيه جاوبوه بالعربيه قال له يا سعاده القاضي في المغرب اذا عندك الفلوس كل شيء مباح هكا القاضي حس بانه مس بالكرامه ديالو عطاه 30 عام عمكم سمعتوا بيدوفيل خدا 30 عام في المغرب كيعطيو شهرين او عامين وبعد الجوك يتلقوه هذا خدا 30 عام اول مره وقع في تاريخ المغرب اش كنسمعوا بعد شويه تلقوه سامحوا له قال لك غلط ولكن القاضي اللي حكم عليه ب 30 عام لان سمع من هذا السيد الحقيقه اللي عندك الفلوس سري حتى القاضي شكون اللي غادي يكذبني في هذه القضيه خص يكون عندك الفلوس بزاف اذا علي انا بغيت نقول لك الثقافه ماشي هي الاساس مع الاسف ولو كانت نكونوا السويد حنا مغاربه
الا عندك الفلوس. انا تنهضر غير في حدود الحقره. الا انت الا عندك الفلوس ما حقك حد. ولا مز امريكان تيقول لك تو سكون نو بو با اشتي افيك دو لارجون اون بو لاشتي افيك بوكو دافون. بوكو دافون دونك سي ان بو سا ليكزومبل ديال المثليين في بني ملال. كون شدوهم في غاسين في كازا ما كان غيدويوش معاهم. ما كانش غاشدوهم بعدا في غاسين في كازا. ما كانش غاشدوهم في غاسين كازا ديال تسكن في كارتي شير في ماضي طرا لك حتى شي حاجه ديال tu payes cher le prix de ta liberté tu sais qu'est-ce qu'il fait d'abord je suis pas petit ça. Il y a la question de la culture t'as pas fait la mouille mais il y a la question de l'impunité c'est cette question là en fait de l'impunité je peux faire ce que je veux si il y a un dialogue et effectivement ça existe partout et ça existe à tous les niveaux c'est-à-dire le fait d'avoir de l'argent je confisque aussi le parlement je fais ce que je veux avec je peux me faire les lois que je veux donc ça à tous les niveaux. كانت واحد العصر كانت واحد الزمان اللي كان فيه مثلا نرجعوا للحسن الثاني نرجعوا للحسن الثاني كانوا مثقفين ولكن الثقافه ديالهم دارت لهم والو مع واحد مع جوج الناس اللي داروا يعني داروا الفتان في الشعب وفي الامه كانت الثقافه كانت حاضره بقوه ومسجله في التاريخ بمداد من ذهب على ان كانوا عندنا رجال وكانوا مثقفين وكانوا ناس وفي مختلف الميادين والمجالات وعلى جميع الاصعده ولكن في نفس الوقت هذه الثقافه لم تحقق شيء لان فاش كتجي تشوف مع موازنه مع الثقافه ما يمكنش الهضره اللي كتقول اسمح لي اخي غير كمل كادر على ماص صاحبي ايوا اسمح لي نقولك دابا حنا شنو المشكله عندنا دابا حنا عندنا الوعي عندنا الوعي ولكن عندنا الوعي في مواقع التواصل الاجتماعي لان دابا مازال نرجعوا لهذا الفيديو هذا ديال دوزام هو انه كون ما كانش عندنا راي عام يستهلك من مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش دوزام غتعتذر ما يمكنش تقول لي الشعب كان متقف ما بقاش متقف راه الا باك متقف راه كيولدك وكيوقف عليك حتى كتولي واعر فهمتيني يعني كون كانت الجينيراسيون اللي فايت انا متقفين كون راه طلعوا جينيراسيون واحده اخرى ما عمري ما شفت شي واحد اب عنده ولادو هو كولتيفي وما دارش واحد لو مينيموم باش ولادو يطلعوا حتى هو او موا افيك ان باجاج كنسمع شي اشياء خاطئه تماما. حسن الثاني ما كانش باغي الشعب يكون واعي. حسن الثاني ما كانش باغي الثقافه تنتشر. حسن الثاني ما كانش باغي العلم ينتشر في هاد البلاد. ما كانش باغي كان ضد الفكره كان خصو الشعب ديال باع كيطيعوا وساكتين وحمدين الله وكيبلينهم الجوامع. لاش كتقول الثقافة في عهد حسن الثاني؟ كانوا مثقفين طبعا ولكن السياسة ما كانش باش نثقفوا الشعب. نعطيكم مثال بسيط واقعي. هذا كان وزير الثقافة ذاك الساعة كلفوا سيدنا الله يرحمه باش يدير له كاميو بيبليوبيس باش يصيفطو للصحراء في ايام الحرب مع البوليساريو. كان داك الساعه وقفوا ما بقاش كيتقاتلوا العسكر وكتاشي الضباط خصهم كتيبات اس اس يقراو شويه. قال له افلان وجد ليا كاميو بيبليوبوس من دابا شحال باش نصيفطو للصحراء. ما عطاش الميزانيه باش يشري الكتبه ويشري داك الساعه الميزانيه ديال الثقافه ما كتسواش جوج سولدي. كانوا كيضيعوها غير في عيد العرش كيديروا داك الحفلات ديال عيد العرش حيا الملك وداك الشيء كيبقى والو الثقافه. كتهضر على الثقافه في عهد الحسن حتى الحشومه. راجل دار له الكاميو صوب له البيبليوبيس وتسنى الوقت باش قال الملك اجي تشوف. جاب له حتى القصر شافو عجبو الحال فرح قال له تبارك الله عليك عندي ما نسالك. خينا زعم قال له سيدنا ملي عجبتك هذه الفكره يلا نبداو خمسه سته الكاميونات نبداو نصيفطوهم جميع المناطق حتى كاينين شي مناطق ما كيعمرهم شافوا كتاب كاع في حياتهم. دار فيه قال له كيفاش كيفاش باغي المغاربه يقراو ارحمه لا ما خصهمش يقراو هكذا. وهذا السيد باقي عايش وما عمرو غادي يجي يقول لي معاك الحق قلتيها ولكن كانوا الناس واقفين قدامهم هما اللي عودوا هذا الشيء. لا غير شويه الثقافه هذه اش من كان
كانوا متقفين ماشي ثقافة. كانوا بعض الناس كانوا قراو، كانوا اللي قراو حتى في، كانوا حتى اللي قراو في القراويين، كانوا حتى اللي قراو في الأزهر، كانوا اللي قراو في السوربون، كانوا اللي قراو في أمريكا. طبعا طبعا كانوا، ولكن الشعب ما كانش قاري، ما كانش قاري لأن الملك ما كانش باغي يقرأ. D'autres anecdotes d'ailleurs que j'ai lu dans d'autres dans un livre de par exemple Hassan Rashi qui le dit, il avait écrit un livre blanc sur l'éducation pour parler du système éducatif dans les années 80. Et puis il a remis ce livre blanc. C'était donc un conseiller spécial de Hassan II. Et la conclusion du livre blanc, c'était les madrasas, donc les écoles coraniques, sont la cause principale de la catastrophe du système éducatif et de l'échec du système éducatif. Et il a dit, bah, écoutez, on va en rajouter partout. Je voulais te rejoindre à une autre chose qui doit être à l'aide. ديال القراية وكنت كنشري الكتبات انا ترى لي نفس القضية انه كتجمع كنت كنمشي كنهز الكفوف مع العيالات في سوق شطيبة هنا في كازا وهذاك الشيء اللي كنجمع 20 درهم 15 درهم كنت كنمشي كنشري الكتبة قدام من هذاك اللي كيباع في السوق ولكن كنعتبر انني كنت محدود حيت النهار الاول طحت في الكتاب المناسب اللي حببني في القراية اللي في الاخر شبكني مع كتاب من بعد منه مع كتاب من بعد منه مع المكتبة الى اخره كنعتبر ان في الاخر القدرة على اختراق هذا الحاجز ديال القراية اللي انا كنت محدود فيها ناس اخرين اللي كانوا اكثر اجتهادا مني واكثر رغبة في انهم يخرجوا من الازمة ديال الجهل ولا وما لقاوش هاد الفرصة ما كانوش محدودين بشكلي أنا مطالب بندافع عليهم ماشي صافي أنا اخترقت الحاجز وقريت وخدمت صافي راه قطعت الواد ونشفوا رجلي حيت في الأخر بالنسبة لي أنا ما كاينش العدالة كاين مجموعة ديال الفرص اللي في الأخر النظام السياسي والنظام التعليمي لا يسمح باختراقها إلا الجزء بسيط باش الاخرين يبقاو خارج المواطنه خارج المطالبه بحقوقهم خارج يديروا الصداع وانا ما متفقش معك بزاف يا عبدو فاش درتي في الصديق انه الحسن الثاني كان مجرم وداخل اجرام الحسن الثاني كانوا مقاومات سواء ديال اليسار سواء ديال المثقفين لاسوا فعاليات هذا رجل اعمال محمد السادس رجل اعمال باغي دي كليون باغي الناس يشريوا هذاك الشيء اللي كيبيع مني كتكون مجرم بلا ماسك محيد الماسك كتأهل الاخر يدير لك المقاومه والا هذا محمد السادس البيع والشراء ضاعف الثروه ديالو من 2011 اللي خرجوا المظاهرات لدابا جوج المرات واغنى من الامير ديال قطر بدون بترول وبدون غاز وبدون حتى شي حاجه من اغنى الملوك ديال افريقيا الى اخره بالنسبه لي ان في الاخر السلطه عندها مسؤوليه اللي قويه بزاف اللي في الاخر حتى النخب شبكاتها وبياجاتها في انها تشريها صحفي تكون مستقل كيجي كيقول لك اجي دخل معايا لهنا ما دير والو غنعطيك الدوبل ديال الصالير ديالك ولكن غتعرف ان هذا الخط الاحمر ما غتجاوزوش وفي الاخر حتى الكلب ما كيعض اليد اللي كتوكلو كاين الا كان الحسن الثاني في لاسونسور وفي لو كونترول ديال الاجرام هذا كيدير سوفت باور كيدير لانفيزيبل كيدير لانفيزيبل اللي في الاخر المغاربه هما مجموعه كيبقاو مجموعه ديال الرعايا بعض منهم اللي باجتهاد خاص وبتجارب خاصه وحيت كانوا محظوظين ولا حيت قرا في البريفي ولا ما نعرف شنو كل واحد ومساره قدروا يخترقوا ملي كتقدر تخترق وكتولي كدير لي الصداع كنعطيك شويه تقتسم الكعكه كنسمع واحد هاد الكلمات في الهضره يعني في العهد الحالي حنا فين دابا في 2016 دخلنا 2017 وحدنا هاد الكلام تيزعزع علاش كيزعزع لان هاد الشيء ما بقاش كينضبط مع دابا كاع تصدرش ليا ما عرفتش مي يمكن كان واحد القبول لواحد النوع ديال المسائل في واحد العهد شحال هادي اللي كتلقى حواحد خينا مثلا حاكم امريكان تيصيفط النووي تيفرقع الجابون كتهضر لي على واحد ليبوك كانوا واحد الناس تيفكروا بواحد الطريقه كترجع لي على واحد النوع ديال الاسلوب ديال الحكم قديم كتهضروا لي على واحد التصرفات في الكره الارضيه كامله اي واحد حاكم عنده واحد الطبع اللي لا هضرنا عليه في 2016 غادي نبدا نقولوا يا ربي شنو هادشي يا ربي تلطف
فهمتيني؟ يعني انا كنت بعوش في الوقيته اللي الحسن الثاني كان هو الملك، كنت بعوش. دابا كنسمع هادشي، تنسمع هاد الكلمات كنتفعفع، تنقول مجرم تجرام بيجي صافي مجرم هادشي شبيتي نشكو فيها. نو الا قلنا على المجرم خاصنا نشكو فيها على النواوي الاجرام بالصح. لا حنا كنهضروا على المغرب اخي، على خدافين. انا مغربي مع المغربي دو غوفيرنمون كانت منضبطه مع شحال هادي. سي با اجرام مي اسلوب تعامل ديال الحكام شحال هادي كان بديك الطريقه في الكره الارضيه كامله، ما كانش مختلف على شنو طاري هاتي بلا ما نحس القطار راسي بحال بالمعارضه. حصلت يا صاحبي حصلت. كي كنسمع شي كلام كي كنقول واه ما خاص شي، خاص ان بو دو جبتيني بزاف هادشي اللي قلتي دابا. انت المثال ديال هاد الجيل اللي بغاو يكون امنيزيك، لان ما كناش كنهضروا على المغرب. اوكي خصك تعطينا هاد الفرصه نهضروا على المغرب، فهمتيني؟ انا غير غير باش تبني انسان، باش هاد اللي قال هاد الكلمه هاد الكلمه اللي جرأتك اللي قالها محفوظ الشيخ الاسلام. مجرم راجل لا ما تقولهاش، كان تيحكم بحالو بحال الاخرين وصافي. بلاتي سان بون كابتن. عمك تلاقيت الناس اللي كانوا في تازما مارت؟ انت تهضر لي على واحد الوقيته اللي باختو في الكره الارضيه كانوا بحال القصاص. منصور الذهبي كان الحسن الثاني في الحكم داك الساعه، هو حسن الثاني تيحكم على الدوله على قد الحال. ماشي ما وصلهاش عقل الانسان. دار الناس في متموره 18 عام وما نسمع باقي في حياتك عرفتي وقتاش باقي ما ماتوا. هضر على السوفت باور مع الحق. ايه دابا عايشين في واحد العاد اللي كيتسمى منطقيا سوفت باور. دابا عندنا الحق نهضروا بحال اللي كنديروا دابا فعلا. ولكن علاش؟ لان عايشين الانتصار ديال حسن الثاني. عاد دابا الافكار طريقة الحكم ديال الحسن الثاني، ذاك العنف اللي كان زار في المغرب هو كون بشر. ما قلناهم كلخهم باش من يجيو ولدو يحكم غادي يلقى الشعب، الشعب اللي ماشي لازم ضرب دين مو بالعصا كل نهار ودخلوا لتاز ما مارت. الشعب ديالنا كيحماق على الملك. هالشي ما كانش في عهد الحسن الثاني. كذبوا عليك اللي قالوا لك الناس كانوا كيحماقوا على الحسن، كانوا كيحماقوا على محمد الخامس، ما كانوش كيحماقوا على الحسن الثاني. يمكن حس دابا الشعب كيحماق على الملك، على محمد السادس، كلشي كيحماق على محمد. هذا اللي كنقول انا، هذا هو انتصار الافكار وطريقه التحكم الحكم ديال الحسن الثاني. شويه ديال لا دبلوماسي في الاسلوب ديال الهضره على الناس القدام وكيف كانوا تيتعاملوا بحال الاستاذ في القسم غادي يعاقب شي واحد اللي القدام تيجيب النقاط غادي يكون لاباس عليه، اللي شويه دار اللي دار البساله بزاف تيخرج من القسم. حاكم هو حاكم عنده واحد هو لين واليانغ عند الحاكم، خصو يكون خايب خصو يكون زوين خصو يكون في النص. الا بقينا كنهضروا بواحد الاسلوب ديال بحال كنبين واحد النوع ديال كنغلط مجرم، كلمه بحال مجرم ظلمنا الحاكم هتلر مجرم ولا لا؟ لا والله يعطيك الستر ما تهضرليش على السياسه الاوروبا. ما فوقيتو كانوا اليوم كنهضروا حنا بواحد الاكسجين اصاحبي. الاكسجين الحالي ما كينطبقوش عليه واحد الافكار. تتمشي ليا لزاك ستريم سيلتوب باش نعطيك. ما بغيتش نهضر ان في الوقت الحالي il faut respecter داك لو كابيتان اللي صايق الباطو في ديك الوقيته والماج اللي تيلقى وهو والناس اللي راكبين عنده في الباطو ديالو والظروف اللي صاق بهم باش سلك الامور قياس ما عرف. فهمتيني؟ الاسلوب اللي كنهضروا به دابا هو الاسلوب ديال البروباغندا، هو الاسلوب ديال فهم الفكره ديالي. انا ما فهمتش هو الاسلوب ديال الفتنه على هاد الكلمه ما كنحبش نقولها هاد الفتنه. Alors Younes a parlé, j'aimerais que Anwar Tawa il intervienne. انا بالنسبه ليا وكنحترم الراي ديالك ولكني لست ملزما بانني نتبع الترتيب ديالو والتسلسل ديالو لانني انايا عندي راي في واحد الشخص ماشي ملزم بانني نحترمه ولا ما نحترموش.
وكل واحد فينا الطريقه ديال المعرفه والزاويه ديال المعرفه ديالو للتاريخ. فيمكن انت تشوف بان مساله الحكام واجب احترامها. انا بالنسبه لي قلوبي دلوي لا بوك. لا انا باعشت معاه بوك مره وكيبغي انا باعشت معاه انا باعشت انا الوي انا باعشت معاه وإلا كان خايب معايا راه ممكن نجي دابا ونقول لك راه كان خايب معايا بكل بساطه. وإلا كان اخيب ممكن نزيد حتى انا الفضاء عند المصطلحات ونزلوا للدص. ولكن بلاتي فكر في لا جينيراسيون فيتور كيسكو تو لوي فو. انا لن اخت انا كسرونات قدام الحاكم نحتارمو الا احترمني. سلام. انا فاهم معاه في الطريقه ديال زعما كل حاكم واتسيتيرا. ولكن اللي طرا مع الحسن الثاني سيكو الى اوبريمي ملايين ديال البشر ا كوز دو سا بسيكولوجي. لا واعر السيد كيدوي دو بوتش دو بوتش صافوقيت يونس 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 ابخي تقدر تجاوب خليها غير تهضر. لا صات طراو ليه دو بوتش الى بوني العالم كامل وكوميم سي سي با سي مانيير دو جيري. بلاتي اسمحوا لي غالينا يونس يونس دي لي زينيغاليتي لي زينيغاليتي سي با فو با بونسي كو سي لي زينيغاليتي ولا لو مانك ديال الكرامه وهادشي كله. Faut pas penser que c'est la nature, c'est divin, c'est quelque chose les mettent totalement non. Tu vois donc c'est... non il y a des politiques qui t'amènent vers un meilleur partage des richesses ou alors qui est comme l'éducation, comme la protection sociale. Il y a un certain nombre. En fait ça vient pas du divin. Il y a des choses qui sont possibles de faire pour avoir une meilleure justice sociale. C'est un choix. C'est un choix de la société. C'est un choix politique. Donc celui qui a la responsabilité politique, il est responsable de mettre en place des politiques pour améliorer la situation de ceux qui sont vulnérables. Mais ça, c'est un choix. Pas pour dire qu'à la base, c'est vrai qu'à la base, peut-être, c'était l'état de nature, ou là, c'était le, chacun le pouvoir, ou qui, tout le monde se bat, puis il y a des guerres partout, et ça va continuer. Mais la question, c'est pas ça. La question, déjà, dans une société, qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta société? Est-ce que tu veux... Wesh, British Harb had les inégalités. Et il y a des moyens, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose de magique. Continuez. Baki d'abord, mais fais un petit choix. Donc, t'as mohima. Je ne sais pas. Il y a un peu de respect vers l'insane de bonne intention. Hadi ou jette notre dialek. Ou mungkin khtafou m'ak fiha. Alors, je sais que c'est mohim. On va le tarikh. Bach m'en karouche l'akhta dial. Oui, je suis d'accord. انه اللحظه ديال الحسن الثاني وباش نقارنوا مع الواقع ديالنا فين وصلنا وفين غاديين شنو فين غادي بيا خويا. ان في اللحظه ديال الحسن الثاني انا ما بغيتش تعود. اللحظه ديال الحسن الثاني بالنسبه لي اجراميه. الكلمه هذه كتخلعني. ما عرفتش واش قلتي اجراميه. قول الانسانيه كامله اجراميه. الانسانيه كامله صافي باش نفهم فهمتيني. ارتاح معايا انا بوغ مو بحال قلتي بغيتي تعاقب الاستاذ علاش عطى بونيسيون. لا غنعاقبو الا اغتصب بنت. غنعاقب بجد بابا هذه ولكن ماشي اون بارل بلوس. الثاني جلس الناس على القراعي. كيفاش انت بغيتي انا نتعامل مع بحال الاستاذ ديالي اللي عطاني عقوبه ديال 150 مره احفظ دروسي؟ لا هذه حاجه اخرى. حاجه اخرى واحد النية ديالو ولا ساك باطو ولا ما نعرف شنو هادي والموج اللي كيخرج ليه هادي حاجة. إلا كان باغي يعتقل باطو حنا شوف هاد ليميسيون ياك. ما اللي ممكن يوقع كاع.